اكتسح بايرن ميونخ الألماني ضيفه أرسنال الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا. الفريق البافاري بدا عازما منذ صافرة البداية على الثأر من نتيجة مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين نظيفين أمام المدفعجية، ونجح في تعزيز موقعه في صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما يواجه الفريق اللندني شبح الخروج المبكر من البطولة إذ يتعين عليه الفوز في الجولتين المتبقيتين وتلقي أولمبياكوس اليوناني الهزيمة فيهما. لقد دفعنا بشكل سيء للغاية، لا أذكر آخر مرة لعبنا فيها بهذا التنظيم الدفاعي السيء، وعلى الرغم من صعوبة موقفنا الآن إلا أن الفرصة ما تزال سانحة للتأهل إلى الدور القادم.